السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله فيديو النهارده هنستعرض مع بعض اسعار السوبر جيت الاسكندريه ومرسى مطروح والغردقه وشرم، وهنقول على بعض الملاحظات اللي ناخد بالنا منها. انا كده في عبد المنعم رياض في محافظه الجيزه، بصور لكم من السوبر جيت وهنقل لكم كل المعلومات. طيب مبدئيا كده بالنسبه لاسكندريه، سعر التذكره بتاعتها 145، مفيش غير رحله واحده بس هي اللي سعرها 180 جنيه اللي بتروح ميامي الساعه 8:30 الصبح، انما كل الرحلات بتبقى 145 وكل ساعه بيبقى فيه رحله من الساعه 6 الصبح، 7:30 الصبح، 8:30 الصبح، 10:30 الصبح، 11:30، 12:30 الظهر، 1:30 الظهر، وبعد كده نبتدي بقى الرحلات اللي هي بتبقى مسائيه من 1:30 لحد ما انت نازله لحد الساعه 7:30 مساء. كل دي رحلات اسكندريه. هنخش بعد كده على الغردقه، سعر التذكره 285، الرحلات بتاعتها 8 الصبح، 11 مساء، وواحده بعد منتصف الليل، هم 3 رحلات بس. بالنسبه لمرسى مطروح سعر التذكره بتاعتها 270 جنيه، وده سعر موحد لكل الرحلات، بتبتدي معانا من الصبح الساعة 7:30 في رحلة، الساعة 8:15 في رحلة، الساعة 2 الظهر في رحلة، 6:15 مساء في رحلة، الساعة 2 بالليل في رحلة، 1:30 في رحلة، الساعة 3 إلى 5 في رحلة. ده بالنسبة لمرسى مطروح. بالنسبة لشرم الشيخ سعر التذكرة 320 جنيه وفي رحلتين، الساعة 2:30 الظهر والساعة 1 بعد منتصف الليل. طب ايه التعليمات المهمة؟ أول حاجة ممنوع إن أنت تاخدي معاكي حيوانات أو طيور أو أسماك في الأتوبيس، مسموح لك تاخدي شنطتين فوق في الأتوبيس، دول مسموح بيهم، أنت المسؤولة عن شنطك اللي فوق، الشركة غير مسؤولة خالص عن المحتويات اللي جوه الشنط اللي هتبقى في الخزينة اللي تحت في الأتوبيس، مش مسؤولة عن فلوس، مش مسؤولة عن ذهب، مش مسؤول عن اوراق جوه الشنط. لو في اي شنطه فقدت منك، هم الشركه اقصى حاجه غرامه ممكن يدفعوها 100 جنيه. لازم تتاكدي من التاريخ على التذكره قبل ما تمشي، تمام؟ لان انت المسؤوله انك تبصي على التاريخ. لو حابه ان انت تغيري ميعاد الرحله لازم تسلمي التذكره قبل ميعاد رحلتك اللي انت حجزتيه بست ساعات، ولو هتغيري الميعاد هتدفعي 10 جنيه. مفيش ترجيع تذاكر خالص، مفيش يعني مش هتقدري تسترجعي ثمن التذكره. ورقم المختصر بتاعهم 19157. وانا كده بصور لكم من قدام عبد المنعم رياض. خدوا بالكم من شنطكم وركزوا في حاجتكم، وكل فتره كده تبقوا تبصين على الشنط، ولو حد هينزل في نص الطريق وهيستلم شنطه من البوكس اللي تحت تبقوا باصين كده من الشباك على الشنط اللي هياخدها، بحيث لا قدر الله لو في شنط زياده اتاخدت معاه ولا حاجه. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو وعرفتوا اسعار التذاكر بتاعت اسكندريه مرسى مطروح الغردقه شرم الشيخ من